مجتمعنا المغربي كيغرس في أفراده عادات وتقاليد بعضها إيجابي ولكن في مقابلها سلبي، ومن مجمل الأمور اللي كيغرسها المجتمع مفهوم مهم جدا كيشكل هيكل الأساس لنفس الرجل وعقله، ألا وهو مفهوم الرجولة. نزلنا بعد شوارع البيضاء ومن عند الرجال عرفنا شنو هو مفهوم الرجولة. كاين الراجل اللي عنده كلمة، عنده ثقة في نفسه، لا كاين شي راجل اللي بحال ما عنده كلمة، ما عنده شي ثقة في راسه، ما والو ما والو. الرجولة اللي كنعرفو من قديم هي الراجل اللي كابابل، شي واحد اللي كيتحمل المسؤولية ديالو، اللي عنده الكلمة وعنده. دابا هذيك القيم اللي كانت بكري مبقاتش دابا، هي علاش اختلفت الرجوله من المفهوم ديالها القديم للمفهوم ديال دابا. جاجي وتجي تكون راجل بزاف، خاصك تكون راجل. الراجل خاصك تكون قائد مسؤوليه، ماشي هاد الحاج وتقول انا راجل. الراجل ما كيجيش بموسطاج ولا غادي يربي اللحيه ولا يلبس سروال ويقول لك راجل. الراجل راه خاصو بزاف فهم الرجوله. الرجوله راه كتبدا فيك من دوبوي لونفونس، وانت كتكبر فيك الرجوله، ماشي عاد تكبر وتقول انا راجل، تولي عندك تصايب لا كارت ناسيونال تقول انا راجل. راجل خصك تكون راجل من الصغر، ملي انت صغير وانت كتحس براسك راجل، من تماكش بداش تحس بالرجول. الفرق بين الراجل اللي كيكون راجل هو الراجل كيكون حرس، واللي ماشي راجل كيكون عاود ماما غطيني بحال بوزبال والاخر ولد الاخر كيقولوا ليه كليميني كليميني بحال هكا. داك هو الراجل الحر وداك هو بزبال. يكون مسؤول على راسه، ما تكونش مسؤوليه على، ما يكونش شي واحد مسؤول عليه، انا هو يتحكم في اي حاجه، في لا باغي يحقق شي حاجه في المستقبل، يكون تكون مساعده من الاباء ولا من شي من الاصدقاء، ولكن انه هو اللي كيفرض الشخصيه ديالو في داك الشيء اللي غايدير، هو المسؤول عليه. الرجاله خص ما بقاوش كما كانوا كما كيقول، بقاو غير مخيات كما فهمتي، بقاش بنادم تقدر قاعد دير معاه شي حاجه مزيانه وما يرجعش لك مزيان. كل واحد على حسب، بنادم راه طوب حجر. الرجوله هي بنادم ما يفوسكش، يعني في اي بلاصه يقدر يلقاك مريض يدك، ما يكونش عندك فلوس يصوفيك، ما بزاف الحوايج. سمعنا الاراء الشباب، ولكن اجيو نشوفوا هذا الرجل ومعنى الرجوله عنده. يعني كلمه وراجل بدراعه، وراجل يعني خصو يكون قايم بالواجب، قايم بالواجب، يعني مسؤوليات الدار، مسؤوليات الخدمة، يفيق في الوقت، ينعس في الوقت، فهمتي؟ مسؤولية في المصاريف، مسؤولية في محل، في اجتماع ديال العائلة، ديال التصرفات مع العائلة، مع المرأة، مع الدار، مع ما داك الشيء ماشي هو داك، فهمتي؟ مستوى طايح مزيان، ما قادر يفيق من النعاس، ما قادر يفيق من النعاس، ما قادر على خدمة، ما قادر على بيع وشراء، ما قادر على شي حاجة، ما قادرش على مسؤولية، فهمتي؟ بزاف، فهمتي؟ بعض الرجال كيعتقدوا أن الرجولة مفهوم عادي كونهم ذكور ماشي أكثر، وما واعيينش أن الرجولة أفعال ومواقف كتحمل في معناها الكثير من المزايا والصفات اللي